Dear President El-Sisi, dear participants, ladies and gentlemen, I am delighted to join you in this important event. The World Youth Forum has become an important element of the international movement. إن منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما في حركة الشباب العالمية لأنه يمنح الشباب مسارا مهما للمشاركة كجيل فتي. هلا وهم يواجهون شأننا جميعا العواقب الوخيمة التي أدت إليها الجائحة. ينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل، ونحن ندرك تماما الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية. للتعامل مع هذه التحديات تعد الحكومة الرومانية استراتيجية وطنية معنية بالشباب 2022-2027، وهي تركز على التمكين والتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب وزيادة المشاركة الفعالة للشباب في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد صادقت أيضا الحكومة على استراتيجية الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية 2022-2027، والتي دعمت دعما كاملا مشاركة الشباب في مؤتمر مستقبل أوروبا كخطوة أولى لإشراك في مشاركة الأولويات المهمة التي يعنى بها الاتحاد. أولا ومنها التعليم والمهارات، أعني بذلك المهارات الرقمية، وثانيا حماية البيئة ومجابهة تحديات تغير المناخ، ثم معدلات التشغيل، ورابعا إدارة مسارات الهجرة. رومانيا أيضا سوف تساهم في سنة أوروبا للشباب 2022 بمشروعات ملموسة ونقاشات من شأنها أن تمنح الشباب منظور ضروري في مرحلة ما بعد الجائحة. أود أن أشدد على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء واستدامة السلام بوصفه حق وحتمية ديمقراطية من شأنها أن تجعل مجتمعاتنا أكثر شمولاً. إننا في رومانيا نؤمن بصمود ومرونة الشباب في مواجهة مثل هذه التحديات. ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في هذه المحنة، وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة في على كل مستوياته، بما في ذلك في المواقف التي يعيش فيها النازحين واللاجئين، ومنحهم فرص إنسانية. أتمنى لكم منتدى ناجحا. شكرا لحسن الاستماع.